بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله راح نستعرض بعض الأمثلة السابقة، ومن خلالها راح نشوف بنية أو تركيبة الإف ستيتمنت زين من الناحية النحوية ومن ناحية الجرامر في الجافا زين، وعموما بشكل عام اللغات يعني تتشابه صراحة من ناحية الإف ستيتمنت، يعني في اختلافات بسيطة لكن كثير من اللغات فيها تقريبا تركيبة متشابهة بالنسبة للجمل الشرطية. فراح نشوف كيف تركيبة الإف ستيتمنت، كيف نكتب الإف ستيتمنت تركيبتها النحوية. يعني أتمنى أنك فهمت الآن الإف ستيتمنت، شفت مثال، شفت مجموعة أمثلة الإف ستيتمنت. خلينا نشوف كيف تركيبتها النحوية لما تيجي تكتب إف ستيتمنت. طيب أول شيء لما نجي نكتب الإف ستيتمنت دائما نبدأ بكلمة إف. فإذا أول شيء نبدأ فيه الإف ستيتمنت هو إف، وبعد ذلك يكون عندنا شرط الإف ستيتمنت والبادي حق الإف ستيتمنت. خلوا أكتبها هنا، هنا الكونديشن، الكونديشن حق الإف ستيتمنت واللي هو الشرط حق الإف ستيتمنت، أكتبه بالعربي شرط، وهنا عندنا البادي حق الإف ستيتمنت. وممكن أني يعني أقول كذا، هذا هو الشرط وهذا هو البادي حق الاف ستيتمنت او جسم الاف ستيتمنت، مضبوط. طبعا كمثال عندنا هنا الاف ستيتمنت هذه زين، لاحظ ان احنا عندنا هنا هذا الجزء، هذا هو الجزء، هذا هو الشرط حق الاف ستيتمنت. الجزء هذا هو الشرط حق الإف ستيتمنت، والجزء هذا هو البادي حق الإف ستيتمنت، واضح؟ إذا تحقق الشرط تم تنفيذ البادي أو جسم الإف ستيتمنت، مضبوط؟ هذه إذا كانت إف بدون إلس. في حالة أن الإف فيها إلس فإن راح نضيف فإن راح نضيف إلس، مضبوط؟ طبعا لاحظ ما في شرط، لا تلخبط هنا، انا عارف ان هنا الالس فيها شرط بس الالس بعدها اف، الالس ما فيها شرط زين. راح نشوف ايش معنى التشيننج هنا، لكن الالس ما فيها شرط، الالس معها فقط بادي، لها بادي زين او جسم. فاذا الالس معها بادي او جسم للالس، واضح؟ مثال على الشيء هذا لو نشوف عندنا هنا زين، هذا الشرط حق الاف، مضبوط، هذا هو البادي حق الاف وهذا هو البادي حق الالس، مضبوط. اذا هذا الشرط حق الاف الشرط، وهذا البادي او الجسم، وهذا البادي حق الالس. لاحظ ان الالس ما عندها شرط، واضح؟ انت مخير انك تكتب اف فقط او اف ومعها إلس زين. البرنامج الأخير اللي شفناه هذا في نستد إف وفي تشيند إف إلس زين، الوضع تنطبق عليه نفس الشرط اللي عندنا هنا لكنه معقد أكثر. طبعا قبل ما أشرح البرنامج هذا خلي أقول لك الكلام هذا، في حالة أنه الإف ستيتمنت فيها البادي حق الإف ستيتمنت يحتوي على ستيتمنت واحدة، أنا هنا ما أقصد سطر واحد وإنما أقصد statement واحدة، أرجو أن يكون الكلام واضح، statement واحدة. في حالة أن السطر حق البادي حق الإف في statement واحدة فإنك لا يحتاج أنك تضع الأقواس، مضبوط، ما يحتاج أن نضع الأقواس حقة الإف statement في حالة أنه كان البادي في statement واحدة، مضبوط، وليس سطر واحد زين، ما يحتاج نضع الأقواس. أما سواء الإف أو الإلس، أما في حالة أن البادي في أكثر من statement فيجب أن نضع أقواس، يجب أن نضع أقواس. لاحظ في حالة statement واحدة، مضبوط، إذا كان في جملة واحدة، إذا كانت جملة واحدة في جسم الإف، مضبوط، فإنك مخير
هنا نقول أنه مخير، إما أنك تضع لو وضعت صحيح لو ما وضعت صحيح. لو وضعت البلوك أو القواس المعقوفة هذه بحيث أنه يكون البدي عبارة عن بلوك، يسميه بلوك، هذه الكلمة ممكن يكتبها هنا بلوك. زين، إذا كان في جملة واحدة تقدر تحط أقواس تعتبره بلوك أو ما تعتبره بلوك. إذا كانت أكثر من جملة فإنه هنا يجب وضع أقواس، بمعنى أنه هذا يقتضي أنه يجب وجود بلوك. أقواس، واضح؟ خل أعطيك مثال بس نرجع هنا إن شاء الله. بعطيك يعني مثال في حالة أنه يكون إيش معنى أنه جملة واحدة. زين، لو نروح لو نشوف مثالنا حق السابق. زين، هنا الإف طبعا احنا شفناه قبل، هنا الإف فيها جملة واحدة فقط، فلذلك ما وضعنا أقواس. مضبوط، خلوا نشوفه هنا بعدين نرجع له. مضبوط، خلوا نشوف المثال السابق. الإف عندنا هنا، زين، الإف هذه الإف هذه عندها شرط هنا، زين، عندها شرط هنا وعندها جملة واحدة فقط هنا. خلي استخدم لون آخر للجملة. زين، الجملة عندها جملة واحدة فقط هنا اللي هي جملة الطباعة. مضبوط، احنا طبعا شفنا مجموعة جمل، شفنا مجموعة أو عدة أنواع من الجمل. شفنا جملة الطباعة System Out Printlin، شفنا جملة الأسايمنت أو الإسناد، زي الجملة هذه جملة الأسايمنت نسميها. زين، جملة الأسايمنت أو الإسناد اللي فيها نسند قيمة المتغير. مضبوط، سواء في تعريف أو ما في تعريف، أو هنا هذه جملة إسناد أيضا، هذه جملة إسناد. زين، الجملة هذه جملة إسناد، الجملة هذه جملة إسناد. زين، كل هذه جمل، أربع جمل، جمل إسناد. شفنا جملة الأذن، النوع أيضا، النوع الأول جملة الإسناد، النوع الثاني جملة الطباعة أو الـ print statement والـ assignment statement. assignment statement، وهناك الـ if statement أو الجملة الشرطية، الـ if statement. مضبوط، طيب لاحظ أن الـ else هنا عندنا، بما أن عندنا أكثر من statement. زين، عندنا الطباعة وعندنا الإف، عندنا أكثر من statement، فبالتالي اضطرينا أن نستخدم البلوكس. لو تلاحظ هنا عندنا هذا القوس المفتوح وهذا القوس مسكر، إذا لازم تستخدم بلوك. مضبوط، أرجو أنك تنتبه للشيء هذا، لازم تستخدم بلوك هنا في الإلس أو في الإف إذا كان عندك أكثر من statement. السؤال اللي يطرح نفسه الآن، زين، احنا عرفنا أن الإف هنا عندها البدي حق الإف ما في إلا statement واحدة. زين، السؤال البدي حق الإلس هذا كم فيه من statement؟ السؤال مهم جدا، خلينا نفكر هنا ناحية تركيبية نحوية أو قواعد لغة الجافة. زين، كم فيه من إف البدي حق الإلس اللي هنا؟ زين، البدي حق الإلس فيه في الحقيقة two statements. زين، statement الأولى هي الإف هذه، هذه statement الأولى، والstatement الثانية هي statement الطباعة. مضبوط، إذا statement الثانية واضحة، هذه هي statement الثانية. زين، هذه statement الثانية. السؤال وين statement الأولى؟ زين، هي الإف، الإف اللي هي كل هذه. زين، كل هذه. مضبوط، كل هذه نعتبرها الإف statement بما فيها شرط الإف والإرس. لاحظ معي وانتبه للنقطة هذه جيدا. مضبوط، أرجوك أنك تركز معي. زين، الإف هذه، زين، عندها شرط، هذا الشرط، هذا الشرط حق الإف، وعندها بدي للإف، هذا البدي، ولا حطينا أقواس لأن ما نحتاج، وعندها إلس، هذه الإلس، وعندها بدي حق الإلس، وهذا هو البدي حق الإلس، هذا هو البدي حق الإلس. زين، طيب وش عبارة عن البدي حق الإلس؟ البدي حق الإلس عبارة عن جملة واحدة هي if statement، فيها if و else. مضبوط، إذا البدي حق الإلس هذه
عبارة عن جملة واحدة هي if statement، فيها if و else. زين، أرجو أن يكون الشيء هذا واضح. خلني يعني أحاول أني أخطط البادي شوي، يعني ممكن يكون واضح. البادي هذا هو، هذا هو البادي حق مين؟ البادي هذا حق الإلس هذه. زين، الإلس هذه عندها هذا هو البادي بما فيه الإف هذه، مضبوط؟ قلنا حنا إذا الإلس أو الإف عندها البادي حقها في جملة واحدة ما يحتاج أقواس. كم في من جملة؟ في جملة واحدة اللي إف ستيتمنت. بغض النظر أن الإف ستيتمنت دي في جواها جمل، مضبوط، لكن هي بنفسها تعتبر جملة واحدة. أنا عارف يمكن الكلام صح، ركز معي شوي، مضبوط. زي ما أنه الإف هذه ستيتمنت عبارة عن جملة واحدة، هذه الإف ستيتمنت عبارة عن جملة واحدة بحد ذاتها. هذه الإف إحنا نسميها أصلا إف ستيتمنت، جملة شرطية. هذه الجملة، مضبوط، بكاملها عبارة عن جملة واحدة، يعني هذه جملة وهذه جملة، مضبوط. كل واحدة من الثنتين هذولي ستيتمنت. نفس الشيء هنا عندنا، هذه الإف هذه اللي حقتها الإلس، الإف اللي هذه الإلس، زين، هذه الإف وهذه الإلس، زين، هذه عبارة عن جملة واحدة. نفس الشيء ندخل جوا الجملة هذه، خلونا نشيل أو مين مشكلة باقي التخطيط، ندخل جوا الجملة هذه، زين، لاحظ أن راح نلقى if statement، يعني الإف هذا البادي حقها في جملة واحدة، هذه الجملة، زين، اللي great gets be، وفيه الإلس هنا البادي حقها في جملة واحدة وهو هذه هي الجملة. واضح؟ الحين راح نخططها بالرصاصي، مضبوط؟ أرجو أن تكون واضحة. واضح؟ إذن لاحظ أن chained الإف إلس، chained إف إلس غريبة شوي، يعني جملة في وسط جملة في وسط جملة، زين، لكن فعليا هي كل واحدة منها فيها جملة واحدة، فلذلك ما احتاجنا أقواس. هذا الأهم موضوع أبغاك تفهمه، ليش ما وضعنا أقواس؟ ليش هنا في الإلس وضعنا أقواس؟ في الإلس هنا وضعنا أقواس، مضبوط، بينما في الإف هذه ما وضعنا أقواس. خلوا أمسح الكلام هذا، خلوا أمسحه بأكمله يتضح لنا الموضوع شوي. زين، طيب ليش السؤال مرة أخرى، ليش الإلس هنا البادي حقه وضعنا فيه أقواس، هذا قوس وهذا قوس، واضح، بينما الإف اللي جوا هنا هذه، الإف اللي جوا هنا هذه ما وضعنا فيها أقواس. لما جينا للإلس هنا، الإلس هذه الإف طبعا ما فيها إلا عندها ستيتمنت واحدة، هذه هي ستيتمنت، زين، لكن الإلس ما وضعنا فيها أقواس، زين، لأن ما عندها إلا ستيتمنت واحدة اللي هي هذه هي ستيتمنت الخاصة فيها، زين، بينما الإلس اللي عندنا هنا فيها تو ستيتمنت، هذه واحدة، خلوا أضع باللون الأزرق، هذه واحدة، هذه ستيتمنت واحدة اللي هي الإف، زين، هذه تعد statement، زين، وهذه statement الثانية اللي هي statement حقة الطباعة، مضبوط، أرجو أن يكون الكلام واضح. هذه statement وهذه statement. طيب، إذن هذه هي بنية الـ if statement، زين، if في condition، راح نشوف إن شاء الله الـ condition عبارة عن logical expression، راح نشرح إن شاء الله في دروس قادمة logical expressions، وهذا البادي اللي عبارة عن جملة أو أكثر. ثم عندنا الإلس وفيها البادي عبارة عن جملة أو أكثر في حالة كانت الجملة سطر واحد ما يحتاج أقواس، في حالة كانت الجملة أكثر من سطر فنحتاج أقواس. وأرجو مرة أخرى أنك تفهم، أنا قلت بطبق مثال، باقي يعني حاجة أخيرة فقط، راح خلينا نشوف هنا أنه السطر لا يعني جملة، بمعنى أنه من الممكن تسمح الجافة أنك تفصل الجملة على أكثر من سطر. فمثلا هنا لاحظ أن فصلنا جملة الطباعة على أكثر من سطر، ومع ذلك هذه جملة واحدة، هذه كلها بجملة واحدة على الرغم أنها من أكثر من سطر، زين، لكن الإف هذه هنا عندنا الإف هذه ما عندها بدي إلا جملة واحدة لجملة الطباعة حتى لو كانت أكثر من سطر، بينما الإف هذه عندها جملتين، اللي الجملة الأولى هي الإف الإف هذه الإف إلس ستيتمنت هذه، والجملة الثانية هي جملة الطباعة. أرجو أن يكون اتضح بنية الـ if statement. إذا عندنا مجموعة عندنا مجموعة أشياء درسناها، بنية جملة الـ if statement، كيفية كتابة الـ if statement، متى نستخدم الـ if statement، لما تجينا problem كيف نعرف إنه نحتاج if statement. أرجو أن يكون الأشياء هذه واضحة. راح نشوف إن شاء الله logical expressions اللي هي الشروط حقت الـ if statement، راح نشوف بشكل أكثر تفصيلا ما هي شروط الـ if statement،
أو كيف تكتب شرط الإف ستيتمنت، الأوبريتورز اللي تستخدمها أند أور وغيرها. وراح إن شاء الله نشوف أمثلة إضافية على problems أو مشاكل أو أسئلة تستخدم فيها الإف ستيتمنت. وشكرا.